صح الأستاذة بالتحية الأستاذة بالتحية ونرفع شارة الانتصار ونرفع شارة الانتصار للأستاذ بالتحية وللأستاذ بالتحية ونرفع شارة الانتصار ونرفع شارة الانتصار للأستاذ بالتحية إبردان خفي شفار إبردان خفي شفار إشفار العمالة إشفار العمالة إشفار بلدية إشفار بلدية ووهاتها 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 أيت ما دي اسمع أيت ما دي اسمع أمغربي يحقن أمغربي يحقن فمغربي في حران فمغربي في حران يرد يرد تفسن يرد يرد تفسن أتي للتهيئة أتي للتهيئة أدي للتعليم أدي للتعليم أدي للتعليم أدي للتعليم ووهاتها ووهاتها أرمي تحية للمنابر الإعلامية مشكورة اللي حضرت اليوم واللي ساندتنا هاد الوقفة هادي كتجي يعني واحد مجموعة من الأساتذة ديال ثانوية محمد السادس كيحتجوا على يعني الأوضاع اللي عليها الواجهة ديال المؤسسة. كنشوفوا بأن يعني جميع الواجهات جميع الأزقة في الأحياء الهامشية يعني كاين هناك تهيئة انتقائية كاين واحد تهيئة انتقائية وعندها حسابات يعني اعتبارات انتخابوية يعني كاين محاباة لبعض المناطق اللي كتشكل واحد المصدر ديال الأصوات. حنا كأساتذة كنحتجوا على الواجهة ديال المؤسسة واللي مؤسف فعلا هو أنه يعني طرقنا جميع الأبواب ودرنا جميع الطرق اللي هي يعني ترافعية وطرقنا الأبواب ديال البلدية وطرقنا الأبواب ديال المسؤولين ونبناهم لهذا الوضع الكارثي ديال الواجهة ديال المؤسسة اللي كتعني التلامذ ديالنا وكتعني وليداتنا اللي كيعيشوا في هذا اللي ما كيستحقوش هاد الحقرة وما كيستحقوش هاد الأوضاع المتردية. وليداتنا كيستحقوا أكثر وللأسف الحاجة اللي بغيت ننبه لها هو أنه بمجرد ما دعينا لهذا الشكل الاحتجاجي كنلاحظوا جميع الأطياف الأمنية في الواجهة وفي الشارع حاضرة يعني الأمن خدام الأمن راهي كيلتقط الإشارة ولكن للأسف المسؤولين مازال ما التقطوش الإشارة ومازال ما بغاوش يلتقطوا الإشارة وربما غادي نلتجئوا لأشكال تصعيدية أخرى باش نحققوا هذا المطلب هذا اللي هو يعني هذا ما خصناش يكون عندنا كغاية. هذه من بين الأساسيات اللي خصها تحقق كشرط أساسي لواحد يعني واحد الأجواء اللي هي تربوية وتعليمية لوليداتنا اللي هما دايرين بيننا واللي هما راه تيحتجوا تما على هذه المسائل هذه وكيعانيوا منها وكيعانيوا من الغبرة وكيعانيوا من هذه الأوضاع هذه. وشكرا للمنابر الإعلامية وتحية وتنتمنوا الرسالة توصل للمسؤولين. أطور تربوية تحية نضالية عالية. احنا اليوم كأطور تربوية بثانوية محمد السادس رسائلنا واضحة لا غبار عليها ورسائلنا موجهة إلى يعني ثلاث يعني واجهات. الوجهة الأولى إن صح التعبير البلدية ديال الإقليم خنيفرة، الوجهة الثانية عمالة الإقليم بصفتها مسؤولة يعني الأولى على مستوى الإقليم، ثم المديرية الإقليمية بصفتها ملحقة يعني داخل الإقليم. نحن رسالتنا واضحة هي أن يتم التعجيل برفع الحيف على مؤسسة محمد السادس على مستوى الواجهة. أولا المدخل الرئيسي رعيب عار، مؤسسة تعليمية فيها الإعدادي والثانوي، مؤسسة كبيرة عندها تاريخ وتحمل اسم يعني العاهل البلاد، انه يتم النسيان ديالها والاهمال ديالها بهذه الطريقه الفجه اللي هي لا تمثل ان صح التعبير ذوي الاذواق الرفيعه ان صح التعبير. رسائلنا ايضا من اجل تاهيل هذا الشارع لامام المؤسسه لانه في الوقت ديال الشتاء، وهذه رساله لكم نهار طيح الشتاء ضربوا دوره هنا تشوفوا كاعلاميين بانه راه كنعانيو يعني من البرك المائيه الموجوده هنا. اولا تحيه نضاليه لكافه الاستاذات والاساتذه على تجسيدهم اليوم لواحد الوقفه اللي كان طبيعه الحال الهدف ديالها هو اننا نعبروا على الامتعاض ديالنا ونعبروا على الغضب ديالنا من هذه السياسه
التعسفيه، سياسه التهميش والاقصاء اللي كتطال ثانويه محمد السادس بالاساس. فقط بغيت نذكركم ببعض الخطوات اللي كانوا قبل. المؤسسه في بدايه السنه، يعني منذ بدايه السنه الحاليه، شكلت واحد اللجنه من مجموعه الاساتذه، ومشينا دقينا مجموعه الابواب وصغنا فيها ملف مطلبي متكامل. ومن بين النقاط الاساسيه اللي كانت في الملف المطلبي كنا هضرنا على الواجهه هذه المؤسسه، لانه عيب وعار انها تكون مؤسسه تعليميه فيها مستوى تاهيلي ومستوى اعدادي وتكون الواجهه ديالها بهذا الشكل، مع العلم بانها من المؤسسات اللي قديمه في الاقليم واللي مشهود انها كانت كتخرج افواج ديال واحد مجموعه ديال الاطر اللي كيعطيو مجموعه الخيرات لهذا البلاد. اللي كيهمنا حنا بالاساس هو ان هذه الوقفه هذه كتجي من بعد سياسه الاذان الصماء اللي نهجتها معنا سواء البلديه سواء المديريه وكافه المتدخلين، حيت هذا الملف المطلبي راه جلسنا مع المسؤولين في مختلف الادارات وطرحنا عليهم هذا الملف المطلبي ووعدونا ببعض الحلول الترقيعيه اللي بطبيعه الحال ما قبلناهاش. تنميرت نون ايتما عبد العزيز فريد نعناع، تنميرت القنوات نون نادي حضر الرصه وبدي نيان الاساتذه محمد السادس نشكر شيان في الغير انا غورسني لان في المدرسه العموميه اج يبدي وسا يدد ديون السياق ايان المحطه زير محطه نيان الاساتذه محمد السادس باش الدفع في المدرسه ياد ندي التعنان كل مختلف انواع التهميش والاقصاء. للاسف المؤسسه ياد نغري ليون التاريخ خثار زي 86 سنه الى عمر 34 سنه، ولكن من التنايم حشومه انني غير مؤسسه تربويه ادينا الناي يحفرونا الدثاس ناي ناي الغبويات الكاميويات وتقيمت يا مؤسسه حشومه داس نسماو اوكسجين حشومه تنسب المؤسسه التربويه. للاسف المؤسسه ياد لا تعنى مختلف انواع الاقصاء وأرس يصغر شال الحساب من طرف المسؤولين أرسي ستوني الحساب من سن تجهزن جميع المدارات ناس يدور جميع الأحياء الشعبية يكال قدر الفراس كذا تس، ولكن إمي المؤسسة يدرسي توشي الحق نسم المؤسسة يضنين هاكني للتنايم ميلا شوخب وضو الذي استعلن يشير رناب السالن سيثور خلزي المسؤولين هذا النين سيوت العين المواطنة أدسش الحق نسيوت غرض كفضاء تربوي لأساتذة زجاج المؤسسيين جميع المبادرات زراني سكولا يا الأندية يا الأنشطة التربوية، ولكن السالغ يتقيم المشكل هو الواجهة المؤسسة يخص المسؤولين نبرا أدسشين الحق نس أتصلح الواجهة أتصلحنا بريد أتصلحنا للتروطوار أدفني إشير ندس نتوي يوك الفضاء نيغرا تدون غزي تدرين نسن اللي هو ملائم. للأسف دينا التناي الغبويات ناي الكميويات اسماء الحق للتوفر القوانين الدوليه هو الحق في الحياه وين ورسني تشير وشول النخ لن تمنى ادسني توي الحل في اقرب وقت ادور نقيمه لاسكا اتنغل كام يوشي يشيران نفغدا لنترويا نتينا داس نجمع العزاي خصها تندفن، ولكن اسا قبل هذا يوقع المشكل كلنا نسغيو لنتيني يخصا اياد بركه غيس 34 سنه وايت صبر ميدنا ديو خب وضو السالي 2021 الناس تشال حق سنتي المؤسسات يخصوك المؤسسات هذا سي توفر الفضاء هذا سي توفر الشروط نسكا فضاء تربوي اركو سني ميرخ في المرتيا ضنين تحيه لكم انا نتمنى يشيران كل النجاح يتنقروا توال.